ويا صباح الخير. طبعا إلا تقريبا 4 أيام مطر، بسم الله ما شاء الله، واليوم محطوط إنه شمس، بس طبعا طلعت الشمس وردت اختفت، ضاربة شوي هنا بوجي بس هيك شوي وردت اختفت. ظلت تمطر الصبحيات لغاية الساعة 8 تقريبا، وهسه الساعة 10 بالضبط، وهي الماي بيبي كيميرو. طبعا هدول جيراننا عراقيين مكسيكان، وقدامنا امريكان. هلا اختفت الشمس، وداك ابو علي. وهسه جيت يم اخوي جعفر على مود اخذه ونطلع. ويا هلا بجعفر، صباح الخير. صباح الخير، اليوم طاقة ايجابية كلش، بعد كنت قاعد ما عندي شيء يعني، وتمرنت رجل، ف يعني شلون اقول هسه ارتحيت يعني. ايه يعني فول مفولين والحمد لله. اقول لك ايش سويت انا؟ انا امبارح قاعد من الساعه 12 الظهر، خبرتك 11 و20 دقيقه كمان. اوكي. ورحت اتمرنت رجل، وخلصت الساعه 10 بالليل، طلعت لشغلي 10 بالليل، رجعت الساعه 3 الفجر. سويت اديتنج للفيديو، وهسه عم بستنى بس اعمل له بوست على اليوتيوب بكره. ما باركت لي. نو واي. على السياره الجديده. اوه، يا سيارة من هن؟ اشتريت سيارة جديدة من فلوس اليوتيوب. نو 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 نو، تتشاقى. ما شفت الفيديو؟ ايوه انا 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 قاعد اديتنج. تعال شوفك يا هاي السيارة. وينها؟ هاي. اوه نو، تتشاقى. لا والله. والله انا على بالي لجاركم هاي السيارة. لا لا، اشتريتها قبل 4 أيام ونزلت فيديو، بس ما نزلت أي ستوري، حتى لك ما قلت لك. ما قلت لأي شخص، قلت أسويها مفاجأة بالشنال. أوه ماي جاد، والله ألف 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 مبروك، كتير انبسطت لك. إن شاء الله يوم وليلة كمينة يعني حبيبي، يشوفك يعني يوتيوبر مشهور. إيه، وأنا اشتريت هاي من فلوس اليوتيوب، همينة من فلوس اليوتيوب. من فلوس أوبر. إيه كله واحد أوبر يوتيوب. هو شغل، هو شغل، هلا يوتيوب يعتبر شغل طبعا، فول تايم. بس إيه بس إيه بزنس، هو يعتبر بزنس بالبداية، بس البزنس كبداية ما بي ربح. سنة ونص انت ضروري تنزل مقاطع فيديو، وانت ما عندك سنت واحد داخلك، فمن من عندنا يعني يقدر يضحي بسنة ونص وينزل مقاطع فيديو وشال الكاميرا مثل بشار يعني بعد لسنة ونص. زين، حتى يبدي ينزل مقاطع فيديو وتجي مشاهدات. وصدقوني يعني اقول لكم على شغلة جوز بشار ما يعرفها، ترى يوتيوب يدفع اقل من الحد الادنى للاجور. يعني احنا هنا الساعة ب 15 دولار، اليوتيوب يدفع لك اقل من هذا المبلغ، بس اكو هواي اشياء بالمستقبل نشرح لكم اياها انا وبشار، شلون تستغل السوشيال ميديا كاعلانات، كترويج القنوات مثلا، هواي اشياء بالمستقبل ان شاء الله نشرح عليها. ويت، انا اكو شغله، انا طلعت الصبح بدي اصور بهالفيديو وكل شيء ما حكيت، لوين الفيديو اليوم؟ اريدك انت تحكي. احنا رايحين اليوم على لوس انجلوس، راح ناخذ لنا جوله هناك، وبشار ان شاء الله يعني راح يقول لكم على مشروعه الجديد، راح نشوفكم شنو البضائع، وراح نحكي بعد اكثر بخصوص هذا البزنس، لان هذا البزنس ممكن اي شخص يقدر يشتغل به وبمبالغ جدا بسيطه، يعني ما يحتاج لك 30 او 40 الف دولار، ممكن تبدي ب 1000 دولار وشوي شوي تصعد. فتابعوا الفيديو للاخير وضبطونا باللايك والاشتراك، وخلونا نروح. وشو بنقول؟ خلينا نروح الستاربكس. لا ليتس جو ليتس جو. اخوي جعفر، اي اخر 3 فيديوهات نزلتهم، من ضمن الفيديوهات اكو يعني هي التعليقات السلبيه. الصراحه والله انا من اشوفها اضحك التعليقات السلبيه، والله وانا اخرها اضحك والله اضحك عليها. فواحد من التعليقات كاتب لي جريده، كاتب انه جعفر انه جسمه راح يصير احسن من جسمك، وانه انا جسمي كله شحوم. ويت، اللي ما بيعرف، الحمد لله انا طابب بطوله من قبل، ما بدي اقول انه واو، وانا هسه بعدني عم جاهز لبطوله. وتعرف ايش قال؟ قال بشار جسمه بس لحم ماكو عضل. ما عندي مشكله والله العظيم، ما عندي مشكله الحمد لله، مو صحتي بخير يا اخي، وانا بتمنى الخير لجعفر يصير احسن مني. انا ما قلت انه انا احسن واحد بالعالم، قلت انا احسن واحد بالعالم؟ لا ما قلت، بس بما انه انت تعتبر يعني اي شخص يعني يشوف هذا الفيديو، هاي نصيحه لاي شخص جاي يبلش توه بالجديد ينزل مقاطع فيديو.
لا تركز على التعليقات السلبيه. تعرف ليش؟ لان جاي تاخذ منك وقت. انا ما افكر بيها لانه هسه اتخذت وقت منك واخذت وقت من المشاهدين واخذت وقت من عندي. لا تفكر بيها. اخذت وقت من عندك. شوف ليش الناس هسه يحبوني ويحبون المقاطع فيديو مالتي؟ لانه انا انسان ايجابي، طاقه ايجابيه. انا يعني دا اضحك على التعليقات السلبيه. دا اقول لك ان هاي التعليقات بس السلبيه بس هو صحيح. انت يعني تنطيني اندفاع والله. بس انت صحيح يعني انت ماكو عضل بس لحم. لك والله ما عندي مشكلة. لحم مو شحم انت. لحم هو هذا الشحم يجي بالسهل. هاي البامبر تبعه جاي نشوف الفيديو طبعا اللي بعده ما نازل اللي راح ينزل قريبا اللي راح ينزل. لا هو راح ينزل قبل هذا الفيديو اللي جاي نصور احنا. ايه قبل هذا بكره الصبح. بقت بس الصوره المصغره نكملها وينزل. تو كارميل برافاتشينو لارج مشتري كافي. يس 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 يوب 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 دوم دوم دوم. اوكي ثانك يو ليتس جو ليتس جو. بشار انا ادفع ما يصير. والله العظيم اللي انا اللي ادفع. لا ما يصير يعني هذا صار كم مره. هذا شاكر طلع لنا يا هذا شاكر هنا هذا بده يتصل كل يوم يتصل علي وانا نايم يتصل علي وياي زوجتي يتصل علي. شوف ايش يريد احكي وياه. قبل كم يوم اريد تفول السيينا مالتي بنزين فاجيت على بنزين خانه ايركو وهي تعتبر يعني متوسطه مو جدا رخيصه. بشار قال لي يعني جعفر سيارتك جديده 22 تفولها من هاي البنزين خانه. شوفوا هو وين اجى. شوف على بنزين خانه اجى على ارخص بنزين خانه كاليفورنيا. والله احسن من اركو. هذا شاكر رد اتصل او خلينا نحكي وياه. ايه وهسه وصلنا لوس انجلوس انا وجعفر الحمد لله. ساعتين اخذ من عندنا الوقت بس اهم شيء سلامه وصلنا بالسلامه. ايه والله الحمد لله كان مطر كبس. ايه وهسه مين حنقابل هسه؟ راح نقابل هواي اشخاص. هواي اشخاص نخليهم. اوه ليتس جو نخليهم مفاجاه ايش حنسوي. وليتس جو. انا كنت مقرر اغسل السياره اليوم. قلت من اقعد الصبح اغسل السياره بس الحمد لله ما غسلت للسياره لانه كانت كلها مطر على الطريق. يعني قصدي انه كانت تمطر على الطريق. شلون اللون الاسود بعد قلبي دغري بين بيه النظافه. او يا هلا بزيد. اهلا وسهلا حبيبي. طبعا هاي المفاجاه اللي حكى عليها جعفر انه زيد اليوم حيعطينا البضاعه مالتنا اللي راح ناخذها ونشتغل بيها بسوق الاحد. وعن جد يعني زيد شخص كلش طيب وما قصر حتى انطاني البضاعه بدون لا ياخذ مني فلوس حبيبي. مع اني ثاني مره يقابلني عن جد انا متشكرك. لا حبيبي وهسه شو نقول ليتس جو ونبلش بالبضاعه نشوف ايش راح يعطينا بضاعه اليوم. قديش حيكون سعر هالبضاعة يلي راح ناخدها اليوم؟ أنا بالعادة يعني مش كثير بعمل هاي الشغلات ولكن بشار يعني صحيح ما شفته كثير ولكن مبين عليه شاب محترم وطيب. فديتك. وبرضه جاي من طرف جعفر حبيبنا فإن شاء الله يعملوا شغل منيح وبتمنى لهم كل التوفيق. مشكور أخي مشكور. أول شيء أخذنا 4 باكسات من هدول الشاي الأخضر. طبعاً هاي الباكسة كلها بتنباع $5. كلها تحطون هنا. طب شارة شنو هاي البضاعة؟ طبعا اخذنا اول شيء شاي هنيك صورناه وهي الاحذية بلشنا بيها. حناخذها هسه كلها بس طبعا اكو لسه جوا. خلينا نصفقهم رحنا. ليتس جو. ليتس جو. ان شاء الله تكفي يعني. ان شاء الله. لا زين ما شاء الله واسع السيارة من جوا لما تنزل الكراسي. اي تسع مثل السيارة تبعك عبال خلي بالك. اي صح بيها مجال. شنو هاي بشار؟ شرطات كان شرطات كمية كمان برا. الله يرزقك ان شاء الله. والله حسب ان الواحد بخوش سعر. يلا ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله تبيعهم كلهم ان شاء الله يا رب. خمسة خلص. هاي جيبها اقول لك حلو هذا يعني. زين كلش حلو والله. خلينا نشوف شكله. ايه؟ والله حلو كلش. هذا موسم هذا شتائي. ايه ابنك الصغير قد ايه بلبس؟ هو 5. انطيني اياه هذا اخذه. ايه جيبه اخذت لي هذا.
وقف قدام الكاميرا وما نسيش يحكي. نو انا ما دعت قدام الكاميرا، انت تصور مشان يا اساس هذا الطريق يمكن عليا كان مو انا واقف اريد اروح احضره بالسياره. لا دروح. انا اريد اسال وتسجل خمسة يا جماعه حسابك كثر بجامز. اي اوكي خمسة الكاميرا ما نسيش يحكي. نو انا ما دعت قدام الكاميرا، انت تصور مشان يا اساس هذا الطريق يمكن عليا كان مو انا واقف اريد اروح احضره بالسياره. لا دروح. انا اريد اسال وتسجل خمسة يا جماعه حسابك كثر بجامز. اي اوكي خمسة خذ وبس تشتغل اموره تمام. بشار ايش راح تاخذ؟ والله اخذنا هاد مسترجع. شنو هذا؟ كولر براد هذا مال المي. ايه ناس ماخذينه ومرجعينه يعني جديد باعتبار. اوكي راح ناخذه راح نهديه. وليش تصيح انت؟ ليش عصبي؟ ولك والله ما صيح انا هذا يعني ابو يصيح وهاي يعني شنو؟ فوق ما لازم لك الكاميرا يعني هاك خذها هاك. شوف شاله هو الواير شاله هو الواير. اوكي يلا روح يلا بس هذا ما يصير هسه الشغله اذا اخذته. بحاول اعطيك كل المنجز. ممكن نشوفه هذا بشار ابو الحلو؟ هذا والله كلش حلو. تعال شوف لازم تطلعها شيء يعني جميل والله. يا اي واحد يريد من هاي البضاعه اللي شفتوها يتواصل ويا بشار على انستغرام لنعرف بيعده هواي متابعين من سان دييغو. لا غير انا شكلي راح البسهم كلها هاتهم. ان شاء الله ما نضرب بريك من فلوريد صراحه الاغراض. لا عبينا السياره الحمد لله كفن الاغراض لانه انا همين عندي اغراض جاي اخذهم من انا اللي هن هذني المايكرويف. فللت ما شاء الله اول مره اشتغل حمال بسيارتي. عم يشتغل تتبعت بزنس مان الحمد لله يوتيوبر مشهور. مشهور نحن عندنا المحاسب يوسف. اهلا وسهلا يوسف. اهلا فيك كيف الاداء كان؟ والله عاشت ايدك ممتاز ممتاز يعني الله يعطيك العافيه. بشار كيف شايف ادائي؟ حلو 100 100 100 يلا ممتاز ان شاء الله يعني فتشي حبيبي اشكرك يعني فتشي رهيب. اخذنا احذيه ماركات يعني بأسعار بسيطة هذه اللي ب25 ب12 وب15 في شغلات كتير حلوة يعني موجودة. بس لازم تقول للناس اللي دي يشوفون الفيديو بالمستقبل يعني على المكان ماتك تابعوه على الانستغرام على مود ينزلكم ستوريات من يروح لصواب ميت راح يبيعهم بسوق الأحد يعني سوق الأحد. وأكو فيديوهات جاية همينة جديدة بخصوص سوق الأحد يعني. وكل هاي الافكار اخذها من عندي. مبروك بشار. الله يبارك فيك غير تعلمنا منك. كانت اليوم سعيد ويا زيد وجعفر والمحاسب يوسف. يوسف المحاسب يوسف وشكرا جزيلا اخي زيد وجعفر همينا ما قصر حاطط لي هالنظارات. بس دقيقه راح تنهي لي الفيديو؟ لا 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 اذا اقول يعني لا ما انهي اقول بدي اتشكر بدي اتشكر. اوكي اي اقول له للزلمه شكرا ساعدني بهالغراض وطبق لي اياها وانت تقول لي دنيل الفيديو زينجو رينجو. عبالي راح يقول شكرا على المشاهدة واشوفكم الفيديو. مع السلامة. طبعا وهي الكرفانة مشت 48 ولاية صاحبها اردني فلسطيني سافر 48 ولاية اسمه جهاد هسه موجود جوا على الاغلب بده يحكي تلفون. ماكو ولاية كاليفورنيا نيفادا لاس فيغاس اريزونا تكساس فلوريدا نيويورك 48 ولاية لف فيها ما شاء الله. هاي ماشية بحسنة رب العالمين. ما شاء الله والله يعني لف فيها 48 ولاية رغم هيك إن قديمة. واو فات شي حلو. أخويا جهاد فرصة سعيدة جهادو. فرصة سعيدة أخوي جهاد. حبيبي هسه كنت هسه كنت عم بصور بالتراك مالتك الكرفاني. اوكي انا قلت اختفيت كنا عم نطلع البضاعه بيناها انت اختفيت جوا هيك شو غفي. الله يخليك. عن جد فرصه سعيده اول مره قابل الجهاد بس انا متابعه على التيك توك من زمان واشوفه يسافر بالولايات. بس انا اقول كم ما اشوف هذاك الشرك اقول ماشي بحسنة رب العالمين. لو معي المفتاح هو قديم كثير يا جماعه بس ميكانيكيا ما شاء الله عليه ممتاز. لو معي المفتاح كان ورجيتكم الجوله فيه بس المفتاح مش معي للاسف. ايوه يلا اتمنى لك كل التوفيق. ده كم ولايه؟ تنتين الولايتين فقط لا غير. وبكمل لف امريكا كلها كل الولايات المتحده.
سلمتش عليك زي العالم. حبيبي حبيبي. ما عنديش مجال أبداً. حبيبي كل حضن. حسيت إذا برنت حكيت تلفون وبسلم عليك بزبطش بدك حضن يا عمي. حبيبي أشكرك أشكرك حبيبي. متشكرك أخو جهاد. جعفر أنا حضنتك بما فيه الكفاية. جعفر أخذ عنده جفاف عاطفي صاعد. جعفر أخذ 1000 حضن اليوم. السلام عليك. وعليكم السلام حبيبي. إيه طبعا أنا أول مرة أشوف سيارتي معباية هيك متروسة. ما شاء الله بالعادة تكون متروسة ناس بس هسه متروسة غراض وما شاء الله. والله هو هذا الشغل يعني تشيل أغراض وتحس أنه أنت يعني عندك بزنس وهذا البزنس ماتك أنه أنت جاي تمشي إيه؟ ما تشتغل عند أحد إيه؟ وهذا أنه أنت كل ما يعني استمريت به وأكيد تنطي وقت راح يزدهر وراح تكون يعني أنه أنت بالمستقبل أنت تجيب الأغراض دايركت صح. يعني ما يحتاج زيد على سبيل المثال ولا هو شكرا جزيلا أنه يعني ما قصروا بس أنت تكون تجيب البضاعة أنت اللي صح. تطي للناس يعني يجوز يجيهم صح لهم. ان شاء الله ان شاء الله خير. الله كريم يعني لازم تبلش اول شيء باشياء بسيطه. يلا يلا تصعد لازم إيه صح لو لا لازم ايه انت تبدي صغير بعدين تكون كبير يعني إيه. ان شاء الله نعم. والله جوعانين كثير خلينا نروح ناكل. انا ما هلقد جوعان يعني ما اريد احكي اصلا. احنا حاليا بوسط لوس انجلوس دا تشوفون هاي البنايات العاليه وجينا نخلي السيارة هنا بهذا الباركينج. طلعت هاي عطلانة. طلعت هاي عاطلة هنا ندفع مكتوب 4 دولارات بالساعة بس جاي ننتظر ذاك ابو السيارة او اي شخص يطلع من هنا حتى انبارك لانه اليوم جينا على انوار كيتشن. انوار تشيكن طبعا احنا كل ما نجي لوس انجلوس نجي على هذا المطعم الاكل مالته جدا طيب. وبشار لا تنسى تخلي لهم العنوان مالته حتى اذا واحد يجي لوس انجلوس يمر عليهم. اكيد اكيد راح احط العنوان بتلاقوه بصندوق الوصف. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والكومنت. الكومنت فري وكل شيء فري حتى المشاهده. وشنو بعد نقول ليتس جو. طبعا شكل المحل من برا واو. يلا روح روح ليتس جو ليتس جو. طبعا اكو اول هذا ديزاين لانوار. واو واو ايش حتوصي انت اليوم يوصل شيء جديد. ده مو نفس الاكل اللي ناكله دائما. مو نفس الاكل اللي ناكله دائما. كانوا حاطين صين حلال هنا. شوف هذا حلال مكتوب حلال هنا. هاي هاي هاو ار يو. ذات انور هير. اه محمد صاب حبيبي. وير انور؟ اه هي سليبينج. ثانكس. طبعا قابلنا اخوه لانور. ما قابلنا انور وشخصيه متواضعه حاله حال انور يعني سبحان الله شبه التواضع قريب جدا. وفرصه سعيده. اسمه محمد ومن فلسطين معروفين. من وين؟ من فلسطين. Yeah. من ترمسعيه. من ترمسعيه. اي والله والنعم من اهل فلسطين كلهم والله. طبعا انور دائما ما موجود. وين قلت لي؟ نايم انور. شرفت بمعرفتك اخوي محمد. اليوم الاكل ببلاش. اليوم الاكل ببلاش. نزل لنا تيبل عبينا تيبل. تشرفنا بمعرفتك اخوي محمد. جينا عم نعمل له فولو بس لقينا انه انور ما عامل له فولو على الانستغرام تاعه. يقول لي لا عامل لي فولو عامل لي فولو. اخوي بيعمل لي فولو. عامل له ام فولو. جعفر جعفر متواضع دائما بعمل لي ام فولو برجع بحطها بس بالغلط. انا دائما اسوي لك ام فولو. يعني بما انه لا لا ايه. بس سؤال شنو شعورك هسه وانور عامل لك ام فولو؟ انا بدي الاقي انور هلكيه وربطه وبلش اعمله كفته او مقلوبه. وشو اكو شيء جديد تخطيطات جديد على رمضان؟ ان شاء الله منسف. منسف مقلوبه. مقلوبه وشو اسمها الثانيه؟ I'm so excited. نسيت الثانيه. مجدره. مجدره اويلي اويلي مجدره. مسخن. مسخن واو. شو مسخن؟ اي 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 انا عشت بالاردن. I know everything. ايوه انا سوري هدول شبيهات لانه يعني اللوكيشن الثاني وين راح تكون؟ من هلا عم بحر في اورنج كاوني اريا حد ديزني لاند. يام سو ان شاء الله 3 اشهر 4 اشهر نفتح فيها مناوين على مناوين سان دييغو. نحكي لها شويه. اي مناوين على سان دييغو لانه الامارات
نتعلم نجي من سان دييغو بس على مود ناكل. اي اي هسه احنا جايين من سان دييغو. الجول تبعنا من نعمل فرانشايز. سو واو ان شاء الله اخر سنتين نبقى everywhere. ان شاء الله كل التوفيق. سانتا باربرا بالبلاد وين ما كان. بس بدي منك شغله. تحبه كثير لأنور لأنه عامل لك انفولو. خلص أنا وأنور دن. خلص بدي أطلع هلا. No wait 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 خلص سامحه مشاني. This is Anwar style. I have the combo plate Euro. What's called name this? The combo plate, the Euro. Combo plate. Oh wow. Open it. Wow. Wow. طبعا first أول إشي طلبنا أوردرين مثل هذا. بس ما اعرف ليش حسيت بالندم هلا دغري. بس لا هذا الجديد البلايت جديد. شوف واو. لا ما شعر بالندم. واو. شو جعفر واو شو بنقول؟ ليتس جو. جعفر شو كان الاكل؟ كلش طيب و 100% الحمد لله. قضينا عليهم. شو بنقول؟ الحمد لله. كنا مقررين انه ناخذ جوله بلوس انجلوس بس مثل ما تشوفون عتمت يعني ومطر وبرد الدنيا. فانتظرونا بفيديوهات جديده ان شاء الله بالمستقبل. اي والله اكو كثير فيديوهات مخططين لانه تعفر يعني اكو فيديوهات راح تنزل ان شاء الله حلوه كثير تحديات. اي والله راح نستمتع اكو استمتاع يعني دا يصير استمتاع بالموضوع اكيد ان شاء الله. حماس ان شاء الله. بارده بارده صارت بارده. وهسه بنقول لكم يا جماعه ليتس جو. بس تعم خليني انا حاب اقول للمتابعين نتمنى لكم مشاهده ممتعه. شنو مشاهده